تتجه السياسة الجنائية والعقابية في مملكة البحرين باتجاه نظم العقاب والجزاء التأهيلية والإصلاحية، والتي تستهدف تأهيل نزيل مراكز الإصلاح والسجون للعودة إلى المجتمع بنظرة إيجابية ووعي كامل لدوره القادم في التنمية المجتمعية. تلاحظ المنظمات غير الحكومية المستقلة المحلية والدولية بأن نظام العدالة يتجه ناحية نظم الوساطة والتوفيق والتحكيم والصلح والتصالح، وكذلك تنامى الاتجاه ناحية العقوبات والتدابير البديلة، والتي نظمها القانون رقم 18 لسنة 2017. لقد أجاز هذا القانون للنيابة العامة أو القاضي أن يستبدل عقوبة أصلية كالسجن أو الحبس إلى عقوبة بديلة كالعمل في خدمة المجتمع والخضوع للرقابة الإلكترونية والإقامة في مكان محدد وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة وحضور برامج التأهيل والتدريب أو إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. كما أجاز القانون استبدال إجراءات الحبس الاحتياطي بتدبير بديل كالإقامة الجبرية في مكان محدد أو الحضور لمراكز الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة أو التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص أو جهات معنية أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية. وقد كفل القانون الحق للمتهم في أن يتظلم من التدابير البديلة المحددة من النيابة العامة، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية، أن عدد المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ تطبيقه وحتى تاريخ 11 من إبريل لعام 2023 بلغ 5651 مستفيد. وفي عام 2022 صدر قرار من وزير العدل رقم 10 لسنة 2022، واعتبر السجون المفتوحة برنامجاً من برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، ويتم في هذا البرنامج إيداع المحكوم عليهم في مجمع سكني تتوافر فيه جميع مرافق الحياة المدنية، وتقوم مؤسسة إنجاز البحرين بتدريب النزلاء على مهارات التوظيف ومهارات ريادة الأعمال. كما يتم في هذا البرنامج مناقشة الأفكار السلبية التي تشغل عقل النزيل أو مدمن المخدرات وتصحيحها من خلال استخدام منهج برنامج العلاج المعرفي السلوكي. وقد استفاد من برنامج السجون المفتوحة حتى الآن 44 نزيل.